صياما مقبولا. التعديلات التي اجريت على قانوني الانتخاب والاحزاب وحتى قانون الاداره المحليه كانت تهدف الى زياده مشاركه المراه في الحياه السياسيه وحتى في التخطيط الخدمي ايضا. هل تنجح هذه التعديلات في زياده تمثيل المراه والاهم حضورها السياسي؟ ما هي المعيقات الحقيقيه التي تحول دون زياده التمثيل؟ هل ما زالت السياسات العامه والخطط الوطنيه تفتقر إلى مفهوم إدماج قضايا المرأة أستمع وإياكم لإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة ميسول عتوم مساء الخير دكتورة واسمحوا لي أن أرحب أيضا بالمهندسة رنا الحجاية رئيسة المجلس البلدية السابقة مساء الخير ومن معان اسمحوا لي أن أرحب عضو مجلس النواب النائبة زينب لبدول مساء الخير سعادة النائبة مساء الورد صوت المملكة بدا أهلا بكم جميعا مباشرة نبدأ وإياكم هذا اللقاء وأطرح أول هذه الأسئلة إلى الدكتورة العتوم دكتورة أطرح السؤال بعد إجراء هذه التعديلات سواء كان بقانون الانتخاب أو قانون الأحزاب أو التعديلات الدستورية في لصالح المرأة هناك من قال هل ما زالت المراه الاردنيه تعاني من العنف السياسي التعنيف السياسي ام لا آه يعني هي ليست نفخه رسول ولا وصفه جاهزه يعني مجرد ما حدث التعديل آه القانوني نلمس الاثر يعني هذا التغير الاجتماعي دائما ياخذ آه وقت وله شروط يعني آه قد أسميتيه تغير تفليل. اجتماعي نعم وليس يعني قانون قانون. القانون القانون هو عامل من عوامل التغير الاجتماعي لكن التغير الاجتماعي لا يحدث بمجرد أن غيرت أنا القانون، مه. يعني هنالك بنى فكرية، بنى ثقافية، بنى خطابية قد يغيرها هذا القانون وربما يأخذ فترة وربما يعني ترتد إلى الخلف وبالعكس يعني نجد ردة فعل عكسية توصلنا إلى نتائج قد تكون غير محسوبة أو سلبية أو ما إلى ذلك. آه وبالتالي مسألة سؤالك عن العنف سياسي. السياسي السياسي يعني هذا هذا مسألة يعني دائما يفهم من هذا السؤال أن هنالك عنف مقصود ضد المرأة طيب إذا عملنا إزاهة عن هذه التعديلات الجديدة التي أجريت، هل كانت المرأة الأردنية تعاني من التعنيف السياسي؟ هل كان هناك عنف سياسي على المرأة؟ أم لا العنف كان من المجتمع اكثر من كان من التشريعات وما هو مفهوم يعني هذا لا العنف لا يمكن لا يمكن فصل التشريعات عن المجتمع دائما نقول التشريعات هي مراه الثقافه ومراه المجتمع كويس. القانون لا ياتي من من الفضاء القانون ياتي كافراز لاراده القوه المهيمنه في المجتمع وبالتالي هو يعكس اراده المجتمع إذا بدي أتحدث عن عنف صحيح كلمة عنف قاسية ودائما تقبلهاش إحنا جميل. لأنه بتقابل كلمة violence يعني ودائما تحيل إلى ممارسة عنف مباشرة أو يعني تصعد إلى الذهن دائما حالة من ال يعني صورة بشعة من أرفقنا بالسياسي ما آه بالسياسي. يعني بالسياسي يعني آه. آه صحيح يعني المرأة تعاني تعاني عنف سياسي هذا العنف السياسي هو مستبطن بالعنف الثقافي اللي إحنا هو لا يعرف عن نفسه انه عنف بالاساس يعني يظهر وكانه طبيعه طبيعيه يعني يعني ما معنى ان لا تصل ولا امراه الى قبه البرلمان بالتصويت الحر مثلا تنافس. بالتنافس مه. ما معنى ان لا تجد الكثير من النساء لا تصل حد الكوته التي اعطيت لها في قانون البلديات ماذا ماذا يعني كل ذلك يعني؟ كثير من الناس بفهموا انه العنف هو عنف مباشر، يعني عنف يمارس ضد المرأة عن سبق إصرار و ترصد. وترصد، وهذا فهم حقيقة يعني العنف اللي عندنا ممنهج سياسي؟ هو ليس ممنهج وإنما مبطن، هذا بورديو سماه بالعنف الرمزي، يعني مفطل. عنف موجود بالثقافة، يعني موجود بالمفاهيم. كلمة عنف نفسها لا تعرفه، يعني لو سألنا شخص الآن لماذا منعت ابنتك مثلاً عن الدراسة أو أن أنت تبين بحكي لك ممكن لأني بحبها، لأني بحرص عليها، لأني بغار عليها، لأني بحرص على سمعتها، لأني ممكن يجد من الأغلف الوردية هاي ما يعني لا يعد ولا يحصل لكن بالآخر هو عنف، هو مارس العنف، هو قام بمارس العنف، وهون إشكاليتنا إحنا يعني نحن ربما لأن استوردنا مفهوم العنف من المنظومة الحداثية أصبحنا في حالة من الـ من الـ كويس. يعني المقابله مع مع مفاهيم تراني. غير موطنه يعني لم يوطن ال... المفهوم بشكل اسمح لي اشكرك على هذا آه. التمهيد هذا التشخيص وهذا <applause> يعني بتحدث عن علم مجتمعي اردني وهذا <applause> ما تحتاجه المراه بالدرجه الاولى صح. حتى تحصل على ما تريد من حقوق كما تسميها <applause> المراه. مهندس اطرح عليك سؤال طيب هل الخلل اذا كنا اذا كانت المراه لا تاخذ حقها الحقيقي سياسيا هل الخلل في المنظومة التشريعية أم الخلل في ذات السيدة الغير قادرة على تسويق نفسها سواء بمجتمعها بالأسرة بيتها بحارتها بقريتها بلوائها بمدينتها وبعد ذلك ستأتي إلى عموم المملكة حقيقة أنت أشرت في البداية لمفهوم العنف السياسي هل تتعرض المرأة الأردنية للعنف السياسي يمكن إحنا بحاجة نعرف شو هو العنف السياسي كويس ودرجاته واساليبه والى ومن وين بنطلق وشو هو اساسه مثل ما حكت الدكتوره انه احنا منظومه مجتمعيه مرتبطه ايضا بالقوانين مرتبطه بالعادات والتقاليد المراه الاردنيه ليش هي ما عم تتقدم احنا ما بنرجع نرتد نحكي انه المراه انت السبب او انه المنظومه القانونيه هي عملنا لكم قوانين فيها 25% كوتا مقاعد محجوزه بس انه يعني بس انه ترشح الانتخابات وادخلوا المجالس لا الموضوع اكبر من يكون مجرد انها السيده شو هي بتقدم المجتمع هي ايضا عليها حمل وعليها عبء وعليها دور لكن احنا في عنا مؤسسات في المجتمع الاردني يعني انت ترفض التمثيل انت تؤيد المشاركه انا, أنا ما نعم. بدي 25 مقعد خلص في 25 مقعد مين ما نجي هذول للمراه نعم. لا حق. انا بدي المشاركه الفاعله في هذه هذا المقعد. هو اساس نجاح المراه في العمل السياسي وللاسف الوصفات الجاهزه احيانا هي ادت الى المراه الاردنيه انه هي تتراجع عن المشاركه السياسيه او حتى يعني تكون في الحد الادنى يعني ترضى لما تنزل الانتخابات بتحكي انا كوتا كويس. من البدايه بتلف على العشيره أو على الناس. بتحكي انا نازله كوتا مش نازله مثلا تنافس لانه هي بتعتقد انه هون هي قيمتها وهون هي قادره انها تحصل على هاي المكان السياسيه ولا يعني ذلك المراه الاردنيه ضعيفه لكن احنا في عنا منظومه كمان سياسيه متكامله في عنا احزاب في عنا مجتمع مدني مهندس في عنا... أنت نعم. قبل ان تل... لهذا الموضوع نعم. عندما تذهب اي سيده الى المجتمع المحلي وتتحدث بانه على سبيل المثال ترشح على الكوتا وتحدثت بأن هذه الوصفات الجاهزة هي الأساس في تراجع دور المرأة السياسي في نعم. الأردن، لكن ماذا لو لم يكن هناك وصفات بالأصل هل تعتقدي بأن المرأة قادرة على تمثيل نفسها في مجلس النواب على أقل تقدير؟ اعتقد انه احنا فازت عنا سيده ب 93 بدون كوتا صحيح هي توجان فيصل يعني ولها باع سياسي وسمعه سياسيه ممتازه بالاردن وبالمجلس السابق وختلفنا. المجلس السابق نجح ايضا سيدات نعم. نجح سيدات بدون مصطفى نعم. بالضبط بدون وزيرة. بدون كوتا ومعليها آه. ومعاليها من شخصيات مميزه بالاردن حقيقه صحيح. على الصعيد النسائي بالتالي هاي الوصفات الجاهزه اللي احنا بنجيبها ولا زلنا دي ما لا نعم. ولا زلنا بنجيبها احنا وبنحطها عنا بالاردن حقيقه هي في... هي تعبر عن فكر لأشخاص معينين ولا تعبر عن ثقافه المجتمع الاردني بشكل عام هلا احنا الكوتا فتحت الطريق امام المراه ما بنكر في هناك سيدات تعلموا قدروا يدخلوا على مجالس البلديه على مجالس النيابه بس احنا السؤال بيطرح نفسه هل كانت هذه الكوتا قادره على خلق طبقه سياسيه نسائيه في الاردن جميل هذا 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 هل احنا في عنا سيدات جميل. قادرات على النضال السياسي فهموا الكوتا كعمل سياسي مش كعمل اجتماعي للاسف الشديد هلا صار يعني خلط في سيدات تروح على البلدية أو مجلس النواب عشان تقدم معونات وتقدم مثلا عمل اجتماعي وليس عمل سياسي لما نعم تسألها أنت في القوانين أو تحكي معها بالأحزاب لا تجرؤ وليس لديها الثقافة الكاملة حتى تحكي في هذا المجال وهذا مش خطأها احنا في عندنا منظمات مجتمع مدني يفترض هي بتدير حوارات انا بدي على, على هذا على هذا المستوى حقيقه آه. انا عن هذه المنظمات اسمح لي اذهب الى سعاده النائبه زينب لبدولي. اطرح السؤال المهندسه تحدثت بوصفه قالت بالحرف بان الوصفات الجاهزه هي الاساس في تراجع دور المراه الاردنيه سياسيا تقصد بالوصفات السياسيه انه خلص في عندنا 12 مقعد او 15 مقعد للسيدات في مجلس النواب، اذا هذه جاهزه مفصله تفصيل للمراه، لا يعنيها التمثيل بقدر ما يعنيها مشاركه المراه الفعليه السياسيه، لا تريد ان تكون المراه السياسيه في الاردن دورها يقتصر على الخدمه، تريدها مشرعه ومراقبه. تفضلي سعاده النائبه. اسعد الله مساءك استاذي عامر. سنة. ويعني انا بتوجه بجزيل الشكر لك بالذات لهذه الحلقه وتسليط الضوء والضوء على دور المراه والمشاركه السياسيه تفضل يعني انا والله كمان برضه بشارك الدكتوره رايها انه احنا مش مع الوصفات السياسيه الجاهزه لكن للاسف اذا احنا بنلاحظ يعني طب المراه يعني خلينا نحكي على المجلس التاسع عشر اذا بدنا نحكي احنا اللي وصلنا على مجلس النواب التاسع عشر هي فقط بالكوتا اذا ما حدا نجى عندنا بالتنافس فالكوتا هي ساعدت هي احدى الروافع اللي ساعدت وجود المراه في مجلس النواب ولكن للاسف يعني احنا كنا بهمنا ان يكون في هناك وعي في روافع اقتصاديه ثقافيه تدعم وجود المراه وزياده نسبه المراه لكن يعني هذا الواقع احنا ما بنقدر نحكي عن واقعنا والله لا والله احنا في عندنا تقدميه في عندنا تشريعات لا احنا ممكن خلال التعديلات الدستوريه اللي تمت مؤخرا هاي التشريعات قد تخدم المراه وجود المراه بنسبه اكبر ما بننسى العادات والتقاليد حتى وجود المراه في الاحزاب للاسف كان هو شكلي لكن انا مع انه تكون فاعلة في مجلس النواب كويس. إحنا إذا بدنا نحكيك برضو على الفاعلية باشا. في مجلس النواب سؤال سؤال أنت تفضلت قلت حتى الفاعلية. التعديلات في مفضل. الأحزاب للمرأة كانت شكلية كيف ماذا تقصدين بشكلية الآن 20% من التأسيس الحزب يجب أن تكون فيه سيدات 20% يعني هل تقصدي بأن الأحزاب الآن ستذهب إلى أي امرأة حتى إنها تضمها إلى حزبها دون الذهاب إلى النوعية وإلى من تؤمن بهذه البرامج؟ يعني الاصلاح السياسي هو كما كما تفضل جاء هو تدرج يعني ما راح انا متاكد 100% ممكن يكون هذا ال 20% اللي اقره مجلس النواب خلال الدوره القادمه يكون 20 ممكن هسه معظم الاحزاب ممكن يعني بس انها بدها تجيب يعني خلاص بس سيدات موجودات في في الحزب عشان انها تتمكن من خلال تصويب اوضاعها لكن احنا انا لا انظر للمراه انها تكون شكليه فقط انها موجوده في المجلس بمعنى انه احنا بس خلينا نزيد الحزب عشان انه احنا نقدر إن ننزل انتخاب او نكون صوبنا اوضاعنا، لابد من مشاركه المراه الفاعله بمعنى انه احنا ما يكون وجودنا شكلي, شكلي في المجلس النواب، بمعنى انه احنا هذول السيدات حتى طيب. اللي الفاعلات في الاحزاب، وهذا ما نطمح له. طيب استاذ اطرح عليك سؤال صريح وواضح، هل زينب البدول اليوم بتعاني من موضوع العنف البرلماني في مجلس النواب يعني سيدي اذا بدك اكون صريحه معك طبعا اعاني من العنف البرلماني، لانه احنا في مجلس النواب نحن 15 سيده فقط، يعني احنا ما بنحكي كمان انه في سيده اخرى كمان معنا 16 سيده، لكن احنا اقليه ولا نشكل قوه ضاغطه في مجلس النواب، وللاسف احنا نرى الكثير من التهميش، يا اما في المداخلات يا اما في الاسئله يا اما حتى ناخذ يعني دورنا ناخذ حقوقنا، بالعكس في تهميش وهذا وهذا العنف لا موجود واتوقع يمكن تداول قبل فتره معظم وسائل التواصل الاجتماعي انه احنا حتى لما بدنا نحكي بدنا للاسف صحيح. يعني نحكي إن شاء الله اسمعونا نحن موجودات هنا فهذا الاشي ما بنقدر نسكره لكن يمكن في المجالس السابقه لم يكن هناك الجراءه في طرح انه احنا لا بدنا بدنا ان يسمعنا احنا قوه فاعله وبالعكس احنا يمكن هذا المجلس خليني احكي في زميلاتي يعني في سيدات على مستوى عالي من الرقابه والتشريع ويمكن انك انت شفت اذا اذا بتتابعوا مجلس النواب طبعا بتلقى انه هناك مداخلات تشريعيه ومداخلات رقابيه ويمكن في كم طيب. انا وكم من زميله يمكن اكثر الناس بس انا سؤال سؤال اخر فاصل كم كانت مشاركة السيدات او لجنة المرأة ها لانه بتضم 15 سيدة 15 نائبة كم كانت نسبة مشاركة هذه اللجنة على وجه الخصوص في تعديلات قانون الانتخاب وقانون الاحزاب في الفقرات المتعلقة بالسيدات على وجه الخصوص يعني اذا بدون ما ابالغ لك يعني مثلا الماده 6 اللي طرحت للتعديل كل سيدات مجلس النواب عملوا مداخلات فيها، ما تذكر لما ذكرت كلمه الاردنيات، صحيح. ما اتوقع ما في سيده ما عملت مداخلة بالعكس احنا كانت نسبتنا في المداخلات عاليه، وبالعكس اصرينا على وجود كلمه الاردنيات انها تظلها موجوده، لانه احنا بالنسبه لها ليست شكليا فقط، لكنها هي راح يعني تنعكس على الواقع التشريعي في الاردن. طيب، ساذهب الى فاصل قصير اول وبعد ذلك اتواصل مع ضيفاتي في هذه الحلقه فاصل قصيره وأتفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم مجددا واجدت في ضيفات الحلقه واعود للدكتوره العتوم لاطرح السؤال الان نحن نتحدث عن دور المراه السياسي لكن هناك من قالوا هناك في كوتا ماشي في كوتا وهذه الوصفه كما تفضلت المهندسه لصالح المرأة وليس لضد المرأة على أقل تقدير يمثل لها أنه لها نسبة تمثيل محددة في مجلس النواب هذه النسبة لا تقل عن 15 مقعدا من مجالس مقعد النواب البالغ 130 لكن هناك من يقول بأن المرأة لم تستغل حديث لم تستغل وجودها وبقيت تتحدث عن أن نائبة من الكوتة وبالتالي كل دور النائبة هو فقط الدفاع عن حقوق المرأة طب هو بالاصل دورها تشريعي ورقابي، هي نائب. نعم صح؟, صح؟ هذا يعود على دور المرأة وليس فقط على التشريعات والقوانين، يعني ماشي هناك في قصور بالتشريعات بس كمان في قصور بالحديث بدور المرأة الفعلي في المجلس أو مجلس الأعيان أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. لماذا؟ أنا بعتقد إنه في يعني تحميل وجلد يعني لل آه للنساء لا لا هذا سؤال طرح, طرح سؤال هذا الموضوع طرحنا سؤال انه يعني هل تعالي الان عندك من النساء؟ مي... لا لا عندك 130 نائب اذا بتقولي لي كم نائب بشارك بشكل كبير ماشي بقول لك خلينا نقول 30 نائب الى 50 مم. نائب فرضا إيه... عندنا 15 نائبه إيه... ولا اقصد هذا المجلس مم. على العموم مم. كم من عدد النائبات اللي بتشوفن بشاركن وبراقبن وبشارعن تلاقيها نسبه اقل من نسبه أقل من هذه النسبة وبالتالي هناك من يحمل على السيدة نفسها اللي أصبحت جزء من المنظومة التشريعية هذا أول شيء لا يمكن عزل يعني نقول نائبة وكأننا بنعزلها عن سياقها المنتج لها يعني النائبة هي أخت النائب وبنته وبنتها المجتمع يعني وبالتالي آه هي لا أنا آه قلت لك يا نائب آه آه دورها تشريع ورقابة هذا هذا في مغالطة كبيرة يعني إذا بدي أنا أقيس أداء النائبات بأداء النواب واقول انه اداء النائبات اضعف هذا في على فكره يعني كثير من الـ من خلينا نحكي من الـ الخطا يعني او الافتراض الغير دقيق لانه اذا اخذناها نسبه وتناسب بين النساء والرجال دائما نسلط الضوء على اخطاء النائبات او ضعف النائبات وكان النواب يعني ادائهم خارق للعادة وحقيقه اذا أنا بتحدث عن ضعف انا بتحدث عن, أنت بتحدث عن عمو. 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 بالعموم عمو. ماشي. واذا بتحدث عن قوه انا ايضا بتحدث بالعموم إذا انا بدي اخذ من ال15 ما بقصدش المجلس الحالي اه يعني القبله او القبله نسبه وتناسب بالاداء خلينا نحكي في الفضاء السياسي لا استطيع إني يعني ان احكم بهاي المعايير اللي حكمت فيها يعني لا ارى ان اداء الرجال من النواب ولو انه يعني في, في الوقت الذي نعترف نحن سوسيولوجيا ان فضاء السياسي هو فضاء طارد للنساء هذا فضاء اقرت ذكوريته وبالتالي وجود النساء يعني جديد وطار ومع ذلك الاداء كويس. بالنسبه لوجود النساء كطارئ على هذا الفضاء كويس. اداء انا بعتقد كيف نحكم اذا على السياسيات الاردنيات التي التي برزن مهو. ما هذا يؤيد كلامي يعني اذا كان إذا طارد انا بطرح اذا أه. كان طارد لو مهم. كان طارد لما لما جاءت هذه السياسيات أكيد. أكيد. السيدات لكن نحن التي حتى اللحظه احنا الان بدعم تقول ليتو جان فيصلون ريمان الروسان و و و و, 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 و وكثير أكيد. اردنيات على مهم. فكره قياديات واحنا بنعتز نعم. بهذا الموضوع صحيح لكن اذا قسناها يعني ما قسناها كنسبه وجود ونسبه تمثيل نجد ان هؤلاء النساء النسوة يعني القائدات خلينا نحكي بيمثلوا النسبه اللي حكى عنها بير بورديو بالمعجزات يعني هذولا يعني خلينا نحكي خارقات للعاده او نساء هنالك ظروف اجتماعيه اقتصاديه سياسيه خلقت هذه القيادات كما توفرت هذه الظروف لكثير من الرجال وخلقت طيب. الكثير من القاده الان انا يعني بدي اعطيك شيء بالتشريعات الجديده، اذا مروا على مجلس النواب القادم حسب قانون الانتخاب سيكون هناك ثمانية عشر سيدة هذول ناجحات نجحت ماشي وخلينا نروح نحسبها إنه عندنا أربع أحزاب رايحة تنجح من واحد لثلاث يجب أن تكون هناك سيدة من واحد لست يجب أن تكون هناك سيدتان يعني عندي ثمانية وثمانطعش بصير عندي ستة وعشرين نائبة وربما تزيد لأنه هذه أحزاب وقوائم محلية وإن شاء الله يكون في نائبات ينجح عن طريق التنافس، اطرح السؤال هل ستتغير النظرة وفق هذا القانون؟ هاي كثروا بالكثر ولا يعني بالتمثيل؟ هي ليست بالكثرة آه. الإشكالية هي بالبنى الثقافية، هل نحن نتمثل النساء كمواطنات؟ طبعا كما نتمثل الرجال كمواطنين بالثقافة آه. بالخطابات العامة ام انها ما زالت كما قالت زميلتي انه لا زال ينظر للنساء انه انت ناجحه كوتا وبالتالي انت آه. معينه تعيين وبالتالي يعني وجودك طارئ على على المجلس وغير ضروري يعني هذا يعني هذا هذا الموضوع يجب ان ينظر له مش بالعدد وانما بالتمثيل كويس. وقبل شوي حكينا عن الوصفات الجاهزه يعني بنحكي عن وصفات جاهزه وكانه احنا مجتمع يعني معزول تماما وفي كوكب سابح لوحده يعني ومنعزل عن عن الحداثه ونحن يعني الحداثه صحيح صحيح هي بنت التاريخ والجغرافيا الاوروبيه الا ان هذه الحداثه تاثرنا فيها بشكل او باخر يعني نسبه السيدات في انتخابات, انتخابات البلديه وانتخابات مجالس المحافظات يجب ان تكون 25% من ترشحن 17.5% هل تعلمي بانه ولا سيده ترشحت الى رئاسه بلديه كبرى هذا دليل على صحه كلامي اذا نحن مجتمع لا نتمثل لماذا لم تتم... المهندسة أنت ترشحت إلى بلدية. <applause> <applause> وجد نظرك لماذا 17.5% هذه المرة نسبة التمثيل للسيدات في البلديات. علما أنه أغلب رئيسات البلديات كانوا بالقرى والمحافظات. حتى ما يتهموا القرى والمحافظات أنه نظرتهم للمرأة ما زالت أقل من العواصم. أنا بستغرب من العواصم. من الصالونات السياسية. اللي ما بتترشح. تفضل استاذ عامر اول شيء احنا بدنا ناكد انه تاريخيا المراه الاردنيه كان لها وجود يعني حكينا عليا عظمور محسن المجالي صحيح. نعم. العبيدات الخزاعي بالاردن بفلسطين كان في عنا يعني كمان سيدات قياديات بالجزائر في مجتمعات عربيه بعيده عن الحداثه وقريبه من الحداثه اذا بنحكي يعني مفهوم الحداثه كويس. اللي الغرب بفسره بطريقته بيفصل له معايير خاصه فيه حتى احيانا بعيده عن ثقافتنا وعن ديننا وعن وعن قيمنا ما. ولكن احنا بنشعر ان احنا مضطرين نلتزم فيها هلا السيدات عدم ترشح السيدات 17.5 نسبة, نسبه ضئيله جدا لانه احنا ما في عنا عمل سياسي نسائي ما في عنا احنا الأحزاب لا تتقدم تجاه السيدات السيدات لا تتقدم هي. تجاه الاحزاب حتى السيدات يا الموجودات بالاحزاب يا الاحزاب اعد انا وياك نعم. المنظمات تبعات تمكين المراه ألا. اعد انا وياك اتحادات المراه نعم. اعد انا قديش بيحصلن على تمويل وتمكين المراه سياسيا وتمكين المراه اقتصاديا نعم. وورش وما ورش وين دورنا للاسف الشديد احنا في عندنا فجوه كبيره حقيقه، يعني حتى في القضايا اللي بتعالجها هاي المنظمات هي محصوره في قضيتين او ثلاث قضايا للاسف الشديد، وقليل جدا من هاي المنظمات بتعالج قضيه تمثيل السياسي النسائي، والاخطر من ذلك انه هاي المنظمات وجدت في موضوع الكوتا منفذ لها انه هي تقلل من شغلها او تقلل من جهدها تجاه بناء عمل سياسي للمراه يعني كثير المنظمات النسائيه في الاردن بتضغط انه تكون الكوتا مثلا من 25 ل 30 بتحكي لك المعايير الدوليه بدهم مقاعد محجوزة لكن المعايير الدولية في, في هناك دول عندهم نظام انتخابي أوكي في ثلاثين بالمية لكن في عمليات انتخابية تسبق تسبق ذلك حتى تصل المرأة لهي ثلاثين بالمية مش مش هي وصفة جاهزة تنحط فيها الست بهذا الموقع سواء كانت مؤهلة سياسيا أو لا حتى بعد ما تصل لمجلس النواب أو تصل المجلس البلدي حقيقة يتم استثناء كثير من هذه القيادات النسائية ولا يتم تبنيها وهناك انتقائية شديدة في هذا العمل القطاع النسائي في الأردن هو قطاع ضعيف جدا بسبب يعني بدناش إحنا كمان نظلم كل القطاع في هناك يمكن أشخاص بيشتغلوا صحيح. عندهم نية صادقة عندهم صحيح. جهد مميز صحيح. لكن بشكل عام إحنا في عنا للأسف الشديد فجوات وعدم إدراك وهناك كمان تجاهل كمان للسيدات الموجودين في المناطق للجهود اللي لازم تنبذل حتى على مستوى صناعة هذه القيادات أو تبنيها أو تثقيفها أو حتى العمل مع الأحزاب من خلالها ما في عنا. في عنا كل عمل فردي لهاي المنظمات المجتمعية حوارات تقوم فقط على على أسس معينة ما في عنا تقييم لأداء هاي هاي المنظمات وإذا في وحدة سيد من السيدات تجرأت وكتبت مقالة مثلا زي انتقدت المنظمات النسائية يتم استثنائها تماما من كل شيء يعني إحنا يمكن إن في ثلاث سنين نشتغل على تمكين المرأة في البلديات مثلا لأنه أنا بنتقد الوضع آه. من باب من باب الحرص باب خبرة وانت خبرة من باب الحرص حقيقة لأنه أنا بتألم حقيقة أنه إحنا لساتنا في نفس المكان يعني إحنا 138 أو 139 على العالم من 148 في الجندر جاب في الفجوة الجندرية وهذا رقم مخجل لبلد زي الأردن يعني فيها نسبة تعليم عالية المشاركة السياسية يعني نسبتها ضئيلة جدا على مستوى العالم هذا الشيء بيألمنا يعني لأنه إحنا كمان هاي بلدنا وبتهمنا لما بنحكي من باب الحرص على هذا الموضوع بنحكي يعني احنا لازم يكون في عنا تقييم مهم. لواقع سياساتنا وفهم احنا مش بالضروره تيجينا مثلا منظمه دوليه تفرض علينا منهج معين نشتغل عليه احنا عارفات شو بدنا وعارفات بدنا نشتغل وعارفات بدنا نروح ومع مين بدنا نشتغل مع انه السيدات في الاردن يمكن هم اكثر قطاع يعمل في قطاع الخدمه الاجتماعيه بالتالي السيدات بفوتوا على كل بيت بالتالي هي لازم يكون في عندها ثقل سياسي حتى اكثر من الرجل هي بتعرف الناس المحتاجين بتعرف الاحتياجات المجتمعيه وهذا جزء من السياسه واساس السياسه يعني لما بنزل بترشح حدا للانتخابات اساسا هو بيطرح قضايا اجتماعيه بالدرجه الاولى وبعدين بيصير قضايا سياسيه ومع ذلك السيدات غير قادرات على فرض وجودهم لانهم مش متعلمات كيف يشتغلوا هل هذا المجتمع الشغل. المجتمع تغير بنظرته للمراه السياسيه للمراه اللي بتترشح على على بلديه على لا مركزيه على برلمان تغيرت نظرة المجتمع والى أي حد؟ شوف يا سيدي بدي احكي لك شغله، هلا احنا في الأردن يمكن مرينا بمراحل كانت المرأة طول عمرها إلى جانب الرجل، سواء نعم. كان في الحقل أو في البادية، صحيح. أو حتى في في أي مكان هي موجودة فيه في جانبه، نعم. هو ما بيستغني عنها، موجودة معه في المجتمع بتحل مشاكل، بتتدخل، بتعرف احنا عاداتنا وقيمنا وقوانيننا العشائرية بتقدس المرأة حتى إلى درجة إنه هي بتكون لها مكانة عالية جدا وكبيرة ومهمة، لكن احنا صار في عندنا فجوات ناتجة عن عدم الوعي أولا ثانيا عن تغييب الدور السياسي للمراه ثالثا عن عدم قناعه حتى بعض القائمين على التنميه السياسيه في الاردن عدم قناعتهم بدور المراه يعني هو بصير بيطلع بيقول لك ما يعني ما هي هذه أه بنفوزها بالكوتا ليش احنا نغلب حالنا ونشتغل على 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 البعد السياسي وهذا امر خطير جدا يعني الناس بيفكروا المشاركه السياسيه للمراه رفاهيه وبالتالي إنه وجودها رفضت وجود الوصفات الجاهزة من, من, هذا المنطلق من هذا الباب بالدرجة الأولى لأن هاي الوصفات الجاهزة ضيعت على سيدات متميزات ومتمكنات فرصة أنهم يثبتوا وجودهم ضيعت علينا إحنا أنه هاي الصبايا الصغار اللي إحنا الآن بدنا نستثمر فيهم ضيعت علينا فرصه انه احنا ندربهم صح يشتغلوا بالسياسه صح مش تكون هي فقط عضو في الحزب عشان تكون موجوده بحزب عشان تحضر اجتماع تحضر ورشه بعدها بتطلع بتحكي لها طب انت شو عندك الان برنامج او شو عندك خطه لمجتمعك او كيف بتقيم احتياجات مجتمعك هي ما بتعرف ما وصلنا لهذه المرحله مع انه احنا قلنا من التسعينات والالفينات وهلا سنة بال2022 وبنحكي بهذا الكلام نفسه نحكي بالجندر بالفجوه الجندريه نحكي بنحكي بالتمكين السياسي للمراه طيب. وعملنا اصلاح عشان المراه ولا زلنا غير قادرين نصل لهذا المستوى من تطوير اداء المراه. ساعتنا سعاده الان ما هي الصعوبات تعتقدي؟ شو هي الصعوبات؟ شو هي التعقيدات التي تعيق دون تنفيذ مثل هذه السياسات في المجتمع المحلي على اقل تقدير؟ حتى المجتمع المحلي يكون لديه القناعه الكامله بان انا بدي انتخب زينب البدول ليس لانها تمثل الكوتا او ليس لانه مقعدها سيكون على حساب مقعد السيده لانها قامت بعمل تشريعي وقانوني ورقابي وما الى ذلك وتحدث عن زينب البدون كمثال في الدرجه الاولى تفضلي الله يعطيك العافيه استاذي اول شيء احنا اذا بدنا نتحدث المراه تواجه الع... يعني تواجه الع... العديد من المعيقات والتحديات م. وانا بدي اشير هنا ان الكوتا مش شيء و... مش شيء انه بسهوله إن الواحد بتاخده يعني مش اي حدا بينزل وخلاص هي الكوتا جاهزه لا الكوتا برضه يعني ب... ب... اللي بتوصلها يعني او يعني بتحصل على مقعد الكوتا هي بعد صراع طويل بعد القتال على كل الجبهات انا بسميه لانك انت بتقاتل اول شيء في ال... في القواعد الانتخابيه كيف انت بدك تحصل على هذا المقعد كيف بدك تدخل على القائمه داخل القائمه برضه المراه تحارب لانه بصير في على الاصوات انه الموجودين داخل ممكن المراه تطلع ما تطلع لكن من خلال التعديلات والقانون الانتخابي اللي تم انه خلاص انت بتحدد مسارك يا اما تنافس يا اما كوتا وهذا ممكن يعطي اريحيه برضو في في القائمه المحليه للمراه فيما فيما يخص المراه يعني احنا بدنا نحكي هناك تفاوت ما بين المراه في في يعني خلينا نحكي مثلا عمان والزرقاء واربد عن المراه في البوادي او المحافظات هناك تفاوت لانه احنا في خلينا نحكي مثلا انا كاف محافظة معان انا لا يوجد عندي حراك سياسي يعني احنا المراه ولا عندي منظمات تدعم المراه وتمكن المراه سياسيا فاحنا اذا بدنا نحكي اول شيء زي ما زي ما حكيت اول شيء ان المراه وجودها نسبيا في مجلس يعني وجودها حديث نسبي في مجلس النواب يعني صار عمرها 20 سنه يعني شو هالخبره التراكم ما في خبره تراكميه سياسيه للمراه الشغل الثاني اللي هو الوضع الاقتصادي كثير احنا بنلاحظ وضع المراه الاقتصادي يعني المراه ليست صاحبه ثروة انها تقوم بعمل دعايه انتخابيه وتعمل دعايات وتروح وتيجي يعني مثلا اتحدث عن نفسي انا في الباديه الجنوبي انا اعمل ضمن اربع محافظات يعني مش منطقتي محصوره انا منطقتي كبيره جدا عشان اروح واجي ويعني هذا كل كلفني مال كلفني جهد كلفني تعب فانا فعلا المراه احد احد اهم المعيقات الوضع الاقتصادي يعني بينما الرجل ممكن يكون وضعه المادي وانت كما تعلم المراه ليست صاحبه ثروه في الاردن وليست صاحبه استثمارات هذا احد المعيقات المعيق الثالث احنا لا يوجد عندنا رافع اجتماعيه ولا ثقافيه يعني احكي لك شغله احنا شو عندنا مثلا بمعان عندنا حواضن ثقافيه تمكن المراه شو عملت الحكومة مثلا لتمكين المرأة في في معان او في العقبة او في الكرك او في الطفيلة، خلينا نتكلم عن محافظات الجنوب، لا يوجد لا حواضن ثقافية ولا روافع اقتصاد اجتماعية وثقافية، يعني خلينا نحكي مثلا وزارة الشباب، يعني المراكز الشباب المنتشرة، هل قامت مثلا بعمل ندوات توعية مثلا اهمية المشاركة السياسية، الحراك السياسي، هذا الإشي يعني احد المعيقات خلينا نحكي كمان احد المعيقات المهمه يعني بعدنا عن بعدنا عن عمان يعني انا مثلا كثير قعدت مع ناس وبنحكي لهم الاحزاب بقول لك انا بدي اروح على عمان من الاحزاب بعمان انا شو عندي هون في الجنوب وهذا هذا كمان اهم اهم المعيقات يعني خلينا نحكي الوعي الوعي لدى المراه لان حتى قبل شويه كنا بنحكي المراه الفاعله طب انا كيف بدي اخلق مراه فاعله في مجلس النواب اذا انا ما مكنتها فعلا على على العمل السياسي فهمتها شو اهميه مجلس النواب الدور الرقابي والدور التشريعي انا ما بدي اكون والله دوري شكلي او وجودي شكلي مع انه انا مع انه حتى وجود المراه مهم جدا في مجلس النواب لكن انا بدي اطمح انه هذه المراه وزي ما تفضلت هسا زميلتي بتقول لك لا المراه قياسا بالرجل هي يعني هي بصراحه بكون عليها مسؤوليه مضاعفه بمعنى ان المراه تحاول ان تثبت وجودها في كل مكان وبجداره لكن احنا صح هسه شرعنا وعندنا قانون لكن احنا نتمنى من الحكومه مع انه من يوم ما اجى يعني مثلا من خطاب العرش قبل اربع خمس شهور لما حكى جلال سيدنا انه احنا بدنا روافع في كلمه في خطاب العرش انه احنا بدنا روافع اجتماعيه ثقافيه يعني شو البرامج اللي توجهت فيها الحكومه؟ شو عملت مثلا في المحافظات؟ شو البرامج اللي قدمتها الحكومه؟ يعني انا بت بت يعني هناك يجب ان يكون دعم من جميع الاطراف لتمكين المراه ويعني وخلينا نحكي كمان رفع المراه ورفع وعي المراه يعني كثير سيدات يعني, يعني هذه نقاط هذه نقاط بالعاميه بنقول على الوجع اجت اللي هي المرأة غير ممكنة اقتصاديا المرأة أه. غير لا يوجد في داخل المحافظات حواضر وروافع للمرأة سواء كانت روافع اجتماعية او اقتصادية او سياسية والبعد عن العاصمة والحديث بأنه المحافظات هي فقط لتكملة العدد هذه النقاط سنناقشها مع ضيفاتي في الاستوديو ايضا فاصل قصير اخير تفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد جت جد الحابي ضيفاتي واعود اطرح سؤالك يا دكتوره دكتوره كان الحديث واقع واضح اربع نقاط ربما تمثل هي المعيق الاساسي المراه غير ممكنه اقتصاديا المراه ليس لها حواضن ليس لها روافع لا اجتماعيه لا اقتصاديه ولا سياسيه والبعد عن العاصمه الحديث في عمان كل شيء في عمان بدك بني ادم حتى تروح على عمان هكذا يتم الحديث في الشغل بعمان الدنيا بعمان وهذا دور على المحافظات البعيدة والمحافظات المهمشة كما يطلق البعض عنها لكن أطرح السؤال الآن الأساسي أليست هذه النقاط الأربع هي في صميم التحديات والمعيقات التي تكون أمام المرأة للوصول إلى غايتها حتى أني أنا لما أوصل بالكوتا ما أقول أنا مع الكوتا لا أنا الآن إلي شخصيتي وقادرة على أني أكون مراقب ومشرع وما إلى ذلك يعني اكيد ما تقدمت في زميلتي صحيح الى حد بعيد يعني نحن علمنا النساء ولكن لم نمكن النساء حتى نحن علمنا المجتمع ولكن لم نمكن المجتمع يعني مفهوم المواطن نفسه غير ممكن في في المجتمع لكن حاب اعود لمفهوم منظمات المجتمع المدني والان اوز والمنظمات الدوليه وتحميلها كل هذا الدور وهذا العبء وانا بشوف فيه لكن لها جزء لها جزء. ما حملناها جزء. كل شيء نعم. لكن, نعم. جزء. لكن لا نحمل على اكتافها كل الاختلالات اللي بيعاني منها المجتمع احنا بعلم الاجتماع بنسميها هذول الاجنسي يعني الفعل خارج البنية لكن الفعل الاساسي بظل البنيه، شو بقصد بالبنيه؟ بقصد فيها الاسره، بقصد فيها المسجد، بقصد فيها الكنيسه، بقصد طيب. فيها المدرسه، الجامعه، بقصد فيها بنيه الاعلام، آآ 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 كلها هذه هي, هي البنى الصانعه للانسان رجالا كانوا ام نساء يعني لا المواطن. هلا دور هذه المنظمات هو دور يعني ياتي كنوع من ال... خلينا نحكي الخلخلة لبعض لبعض البنى ونشر وعي باتجاه معين او ما شابه ذلك لكن بضل دورها اجنسي الا هي دور يعني خلينا نحكي هامشي يعني لا لا استطيع اني انا يعني انا بشوف في نوع من التجني خلينا نحكي ونوع من اعطاء دور اكبر من هذه اللي. ثانيا واكرر هنا لا يمكن اني اتهم هذه المنظمات بانها صاحبه اجندات بالهيك يعني جزافا قلنا قبل شوي انه انا لما لما انادي بالديمقراطيه للنساء والرجال لما انادي بالتمثيل والانتخابات والمجتمع المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع وحكم الشعب وما الى ذلك لماذا عندما يعني أريد أن أسحب هذه نحكي المنظومة على النساء تصبح مستوردة وتصبح غريبة عن مجتمعاتنا وغريبة عن أكرر ما قلته في البداية مجتمعاتنا ليست منفصلة عن مشروع الحداثة مشروع الحداثة الذي حمل كل هذه المفاهيم صحيح أنه نشأ بالغرب لكنه انتقل إلى مجتمعات كثيرة وصنعت كثير من مجتمعات حداثتها اليابان صنعت حداثتها بخصوصية ثقافية أندونيسيا صنعت حداثتها بخصوصية الثقافية الإسلامية الصين صنعت حداثتها سنغافورة صنعت حداثتها الهند الآن يعني تصنع حداثتها وبالتالي ما المانع من أن نستعير من الحداثة المفاهيم التي تعزز وجود المواطن ووجود المؤسسات ووجود الرقابة والسلم الاجتماعي والعدالة والمساواة وكل هذه المفاهيم اللي احنا بنعتبرها ويطالب بها الرجال طيب. لماذا عندما تصبح يعني مطالبة نسائية أو تحمل يعني هذه المنظمات آه هذا البكج تصبح وكأنها دخيلة على المجتمع وغريبة وما إلى ذلك يعني أنا فقط من يعني آه كنوع من الإنصاف وليس وليس الدفاع أنا لي أنا لي تحفظات على كثير ماشي من البرامج ماشي وكثير لا من الاتجاهات لا بس دكتور احنا ما هاجمنا المنظمات مم. ولا قلنا شيء لكن احنا بدي اسأل سؤال واحد فقط والمهندس راح تجاوب على هذا السؤال شو قدمت المنظمات انا ما بديش اقول عنها بدي اقول عنها احسن شيء بالاردن بس شو قدمت للمرأة تفضلي حقيقة إحنا في الوقت الحالي يمكن أنا بحكي المنظمات النسوية بشكل عام بالأردن هي منظمات ضعيفة جدا عندهم برامج بعض المنظمات طبعا هي منظمات فاعلة وبتبذل جهد نحن ممليز. لا نعمم على جميع, لا نعمم جميع لكن أفضل. إحنا بشكل عام ضعف القطاع النسائي أيضا هو انعكس بسبب ضعف المنظمات النسوية إحنا في عنا مثلا قوانين تشريعات قوانين تشريعات إذا ما في عنا إحنا خطط ومناهج قابلة للتنفيذ وقادرة على انها هي تطبق هذه القوانين وتفعلها وتستفيد منها المرأة بشكل فاعل، احنا ما استفدنا من هذا التشريع، إذا التشريع موجود أوكي، ما في عندنا احنا سياسات تفعل هذا التشريع، ولا خطط، ولا برامج، ولا حتى في عنا متابعة أو رقابة، يعني مثلا إحدى المؤسسات بشهر 12 أعلنت بدها مثلا ذكور مهندسين ومحاسبين، مؤسسة حكومية أردنية، للعمل في هذه المؤسسة، ولا منظمة نسوية يعني رفعت رفعت التليفون حكت طب ليش؟ بحطوا الوصف الوظيفي يا عمي، اذا السيده بناسبها هذا الف... هذا العمل سواء كان بالليل او بالنهار او شو ما كان هي ما راح تتقدم، ليش بتحددوا انه ذكور؟ ولا منظمه نسويه رفعت تليفون وحكت ما بيصير هذا الحكي لأنه في يمكن ظلم لسيدات درسوا واشتغلوا وعملوا، احنا هذا العتب اللي بنعتبه على المنظمات النسويه اللي هي عايش الان في برج عاجي، هم بيشتغلوا على برامج معينه للاسف الشديد مقصوره على اهداف معينه بسيطه قد تكون فاعله بالنسبه لهم لكن هي ما عم بتشكل للمراه الاردنيه قفزه نوعيه في حياتها احنا بنفترض انه احنا في عنا منظمات نسويه للاسف الشديدية تمثل مظله للمراه الاردنيه يعني هي بتمثلنا بالامم المتحده بتمثلنا بتقرير آآ آآ السنوي تبع بيجين وبتمثلنا بكثير من المنظمات الدوليه اللي هي بتعمل مقاييس تقدم المراه الاردنيه وهاي المنظمات تحديدا لما بتروح انت عندهم تسالهم حتى عن ارقام تقول لهم قديش مثلا وجود المرأة في قطاع الطاقة ما عندهم طيب قديش في مهندسات مثلا بيعملوا ريسيرش ما في قديش في كذا انت في فجوة حتى مش فقط على مجرد العمل السياسي حتى في الجوانب الأخرى هاي الفجوة طبعا هي ناتجة ليش لأنه احنا من فترة بالأردن في عنا تيار حقيقة قاعد بفرض مفاهيم معينة يمكن الدكتورة سمتها الحداثة حتى مفهوم الحداثة عنا اختلفوا فيه المفكرين العلم الاجتماع يعني مهدي منجرو وهو, وهو فيلسوف علم اجتماع مغربي عنده مفهوم مختلف تماما عن الحداثه كثير من المفكرين حتى الدكتور وائل الحلاق وهو دكتور في الشريعه وهو دكتور مسيحي من فلسطين عنده مفهوم مختلف تماما عن الحداثه اللي بيحكوا عنها جماعه مثلا كانت او الفلاسفه الغربيين اللي هم بيحكوا في هذا الجانب احنا كمان لازلنا لغايه الان نربط موضوع تقدم موضوع العمل السياسي للمرأة مفهوم الحداثة، أنا قلت لك كان في عندنا مش خاص المجال من يعرف المفهوم الحداثة في الأردن؟ بناء على ماذا يكون إنه الحداثة في كل المهار. واحد له مدرسة، في مدارس الدكتور يكون أدرى مني هي يعني المجتمع، في مدارس كل مدرسة لها طريقة معينة في ناس في ناس يعتبر إنه الحداثة تختلف عن التقدم، في ناس يعتبر التقدم هو الحداثة، أنت بتركب طيارة لا عندك ذلك أنك حديث، الحداثة والتطور والحضارة تختلف عن عن مفهوم الماديات اللي بترتبط أحيانا في الحداثة لكن في قضية مهمة جدا، إحنا احكي عن تمثيل سياسي للمرأة لا نتحدث عن شيء منفصل عن المجتمع الأردني، لا نتحدث عن شيء خارج عن نطاق المجتمع الأردني، أنا كنت أحكي لك عن سيدات بال 1900 و1800 بالأردن كانوا كانوا رياديات وقائدات، وكان هذه السيدة تسمع سيرتها الذاتية على مستوى المنطقة، ليش الآن احنا رجعنا رجعنا للخلف خطوات كبيرة، أوكي، وبنفرض على السيدة الموضوع حقوق مرأة نعم. أم قدرات مرأة؟ هو ليس تراجعنا أم... كحق ام كقدره؟ نعم. تراجعنا احنا في الساحه السياسيه هو عام مه. رجل وامراه حتى نكون واقعيين سياسي. واحزاب مه. حقيقه ومجتمعات ومنظمات مجتمع مدني بسبب الظروف الموجوده في المنطقه، بسبب احيانا بعض السياسات، بعض الممارسات، احنا ما ما بنقدر ننكر هذا الحكي، جميل. لكن احنا الفجوه صارت كبيره جدا في ساحه المراه الاردنيه. اصبح هناك تنميط كبير للمراه الاردنيه، ناتج كمان ايضا عن سياسات موجوده في الاردن، بدل ما يكون في عندنا روافع بتصحح هذا المسار وقادرة على إنها ترجعنا مرة ثانية على الطريق الصحيح للأسف الشديد أصبحت هذه الروافع لها برامجها الخاصة وأجنداتها ومفاهيمها بتنطلق فيها يعني مثلا إحنا في عنا مفهومين بالقطاع النسائي مفهوم المساواة ومفهوم العدالة م. هلأ بحكي لك إحنا بالمعايير الدولية بمفاهيم التنمية المستدامة عنا البند الخامس المساواة, المساواة للمرأة المساواة إحنا ما بتخدم المرأة الأردنية لأنه إذا في مساواة معناته ما بدنا كوتا واذا في مساواه بدنا نتنافس كلنا على بدون بدون وضع اي خصوصيه لوضع المراه الاردنيه احنا بنحكي عن العداله لما بنقول عداله يعني بده يكون في 50 رجل على الاقل بده يكون في تمثيل يتناسب مع هذا التمثيل المراه حتى في هاي حتى في هاي المصطلحات والمفاهيم احنا في عندنا اختلاف في القطاع النسائي ما حدا بدير هذا الحوار لانه معظم السيدات اللي بيشكلوا مظلة القطاع النسائي لكن هناك بعيدات بعض عن هذا الموضوع بس في ناس نعم. تأخذ موضوع المساواة بتقول لك هذول بدت نعمل مساواة بالدين بالورثة بيتركوا كل شيء وحقيقة, وحقيقة على هذا للأسف الموضوع. الشديد وحقيقة للأسف الشديد في في هناك منظمات تقفز عن قضايا المرأة الحقيقية وعن مشاكلها الحقيقية وتناقش الرتوش وتناقش الاختلافات وتخلق جدل في المجتمع الاردني طيب. يسيء لنا احنا احنا اللي بنشتغل بندافع عن حقوق المراه ماشي. نضطر نوقف على جنب ونتفرج ونقول يا عمي خلي هالموجه تمر لانه حقيقه مزعجات احنا ازعجونا وضرونا طيب. من حيث لا يدروا حقيقه يعني. وهذا توجه لك زينب البدول الحديث الان وربما الان النافذه الرقابيه ان صح الوصف التشريعيه تن الان التي التي تواجدنا في مجلس النواب وهو الدور الحقيقي للمرأة في الأردن وهو الدور السياسي للمرأة أنتم صاحبات القرار في هذا الموضوع الآن ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لكم أستاذي بس أنا حبيت أنوه لشغلة تفضل اللي هي المنظمات بصراحة يعني يمكن أنا قبل ما اجي على مجلس النواب كان هناك بعض المنظمات يعني احنا ما بدنا كمان نجلد هاي المنظمات يعني انا اذا حاب اني اذكرهم بذكرهم لكن في لا, 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 المنظمات لا, لا بدون ذكر اسماء شغل كثير كويس لا لا ساعات بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء يعني ك... احنا بنتحدث بالعموم ولا نخص شخص بعينه طبعا لكن انا بدي بصراحه انا بدي انا بدي انصف يعني انا المنظمات اللي تعاملت معها يعني في ناس يعني أمنون زماله زماله برلمانيه يعني حدا يساعدنا في مجلس النواب في ورش تدريبية ويمكن أنت التقيت أنا وياك في ورشة تدريبية عن أحد صحيح. في بعض المنظمات صحيح. المنظمات اللي يعني يعني فهذول يعني بصراحة ما بدنا نقول لا هذول بيساعدوا يمكن بي حتى بعض القوانين اللي كانت تطرح كانوا يعملوا ورشات ويجيبوا مختصين وخبراء في لا. بعض القوانين ويعني أحكي لك شغلة مثلا أنا تخصصي سياحة يعني انا يعني دخلت لا على المجال السياسي انت بتعرف معظمها قوانين ساعة النائب انا معك إن. انا معك ماشي بداية الحلقه احنا ما عممنا ما عممنا ما في تعميم ابدا كل تعميم انا انا بحكي لك بس اه يعني هناك في منظمات أوه. بتشتغل في منظمات ما بتشتغل في يعني هذا الحديث الحديث الان كمجلس نواب ما هي الخطوه القادمه فيما يخص المراه الاردنيه بدقيقه اذا تكرمت إيه يعني طبعا طبعا احنا بعد قرار التعديلات الدستوريه وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب اتوقع صارت هناك بها مهيئه للمراه الاردنيه ان تزيد من نسبه مشاركتها في المجالس او في صناعه القرار وانا بحكي انه وجود وجود المراه في مجلس النواب حاليا هو ليس شكليا، احنا في مجلس النواب يعني فاعلات يعني بقدر المستطاع، وانت بتعرف قديش في علينا قوه يعني قوه مضاعفه او قديش في تركيز علينا، ويمكن اختنا كانت في المجلس وبتعرف انه احنا قديش احنا كنا بنشتغل وقديش احنا يعني بنحاول ندافع عن دور المراه، وحتى اي قانون بخص المراه في هناك تشاركيه ما بيننا وبين الزملاء باقي الزميلات وهذا يحتاج دائما اقول الى حلقات اكثر ربما من هذه الساعه التلفزيون التي خصصت للحديث عن مشاركه المراه في الحياه السياسيه سنتحدث عنها في حلقات قادمه شكرا لك سعاده النائبه زينب لبدول. عضو مجلس النواب ضيفتي من معان الشكر موصول لضيفاتي المهندسه رنا الحجيري السبدي السابقه والدكتوره ميسول العتوب مديره مركز دراسات المراه في الجامعه الاردنيه شكرا لكم دمتم بخير ورمضان كريم